طفل صغير كان بيحلم ان هو يبقى ضابط في الجيش، حلم عادي يعني ممكن اي طفل يحلم بيه. الطفل ده حلمه اتحقق وبقى ضابط في الجيش لما كبر، وكبرت احلامه معاه، بقى بيحلم ان هو يوصل لكرسي الحكم، مش حكم بلده بس، حكم اوروبا كلها. احلامه دي عملت رعب لملوك اوروبا كلها، تحالفات دولية كانت بتتعمل عشان توقفه بس عند حده. من هنا بداية حكاية نابليون بونابرت. اتولد سنة 1769 في جزيرة كورسيكا من أب وأم إيطاليين. هتقولي إيه ده؟ مش نابليون بتاع الحملة الفرنسية؟ إزاي أمه وأبوه إيطاليين؟ هقولك إزاي. الجزيرة اللي كانوا عايشين عليها أسرة نابليون دي كانت تابعة لإيطاليا، وقبل ما يتولد نابليون بسنة ونص كده فرنسا احتلتها وضمتها لفرنسا. لما وصل سن نابليون 10 سنين، أبوه ده يتعلم في مدرسة عسكرية في باريس، بس كان عنده مشكلة، كان بيتكلم فرنساوي بلكنة إيطالية، وده كان بيخلي زمايله في المدرسة يضحكوا عليه، وده كان بيحفزه أكتر للتركيز في دراسته. وبعد ما انتهى من دراسته في المدرسة دي دخل سنة واحدة الكلية الحربية، وبقى ملازم تاني في سلاح المدفعية في الجيش الفرنسي. لما وصل سن نابليون 20 سنة، قامت الثورة الفرنسية على الملك لويس الـ16 ملك فرنسا وأعدمته، واتعملت حكومة انتقالية للثورة. الثورة دي عملت رعب لملوك أوروبا، خصوصا بعد إعدام الملك، والوقت ده حصلت فتنة جوه فرنسا نفسها. الشعب الفرنسي بقى جزئين، جزء من مؤيدين الملك بدعم من ملوك أوروبا بزعامة ملك إنجلترا، والجزء التاني الناس اللي عملت الثورة، والجيش الفرنسي اختار ان هو يقف جنب الثورة وجنب الحكومة الانتقالية. ويبتدي يظهر دور نابليون وكفاءته في ان هو يحمي الثورة مع الجيش، وترقى وبقى جنرال في السلاح المدفعية وهو لسه ما كملش 25 سنة. وهنا الحكومة تختاره عشان خاطر يقود الحملة الفرنسية على ايطاليا، وينجح نابليون في الحملة دي نجاح مبهر، ويغلب النمسا اللي كانت محتلة ايطاليا، وتنتهي الحملة الفرنسية على ايطاليا بمعاهدة سلام مع النمسا، وكده فرنسا خدت جزء بتاع شمال ايطاليا. وزادت شعبية نابليون في فرنسا لدرجة خوفت حكومة الثورة. بكده الجيش الفرنسي بقى على ايد نابليون اقوى جيش على الارض. بس نابليون فرحته ما كانتش كاملة، لانه كان يعرف ان في جيش اقوى منه بس في البحر، اللي هو الاسطول الانجليزي. الاسطول الانجليزي ده كان قوة جبارة، مش في المجال العسكري وبس، ده كان كمان اكبر قوة اقتصادية في العالم. انجلترا كانت عن طريقه بتنقل بضايعها من مستعمراتها في الهند وتنقلها لدول اوروبا. نابليون كان حاطط انجلترا في دماغه عشان هي زي ما قلنا كانت اكبر دولة معلنة ان هي ضد الثورة الفرنسية. ويفكر نابليون ازاي يضرب مصالح انجلترا ويحتل بلد موقعها كويس يقدر يخليها مستعمرة لفرنسا، ويقطع بيها التجارة ما بين انجلترا ومستعمراتها في الهند، ويجي في باله على طول ام الدنيا مصر. نابليون كان عايز يستفيد من مصر اقصى استفادة ممكنة، وجاب معاه علماء وباحثين اثار. ومن هنا ابتدت الحملة الفرنسية سرا على مصر، عشان كان خايف ان الاسطول الانجليزي يضربه قبل ما يوصل مصر. وتوصل الحملة الفرنسية على شاطئ اسكندرية وتحتلها، وحصلت مقاومة بس كانت ضعيفة قدام امكانيات الحملة الفرنسية. وتوصل الحملة القاهرة وتحتلها بعد هزيمة المماليك في امبابة، وهو في طريقه للقاهرة ما كانش مدي اخوانا للكارثة اللي هتحصل معاه. امير البحار، مش ده نيلسون قائد الاسطول للاسطول الانجليزي، دمر نيلسون الاسطول الفرنسي في ابو قير، ودي خسارة كبيرة لنابليون، بس برضه صمم يكمل الحملة في مصر. وحاول نابليون يكسب المصريين بكل الطرق، لدرجة انه اعلن اسلامه ولبس القفطان وبقى بينزل يصلي الجمعة، ودي خدعة ما طولتش كتير على المصريين، وقامت عليه ثورة القاهرة الاولى اللي اتعامل معاه بوحشية شديدة. يقرر نابليون ان هو يعمل حملة على الشام ويسيب مكانه كليبر في مصر، ويتقتل كليبر ونابليون في الشام، ويقوموا المصريين عاملين ثورة القاهرة التانية، وتفشل حملة نابليون على الشام، وتفشل وراها حملته على مصر. ويرجع نابليون فرنسا بعد ما سمع ان بقى فيها فوضى والحكومة الانتقالية مش مسيطرة عليها، ويشيل الحكومة الانتقالية ويعمل حكومة جديدة مكونة من 3، هو واتنين كمان كانوا منظر، كل حاجة كانت في ايد نابليون.
وتبتدي النمسا تهدده وتحاول تاخد منه شمال إيطاليا اللي هو أساسا كان واخدها منها من 4 سنين، ويدخل في معركة مع النمسا ويسترد شمال إيطاليا تاني. بعد المعركة دي قرر إن هو ياخد هدنة شوية من الحروب، ويبتدي ينظم شؤون فرنسا من ناحية الاقتصاد والتعليم، ويعمل القانون المدني اللي لحد دلوقتي أساس القانون في فرنسا. الأسطول الإنجليزي كان عامل عقدة لنابليون، ويحاول نابليون 1803 إن هو يعدي بحر المانش اللي ما بين إنجلترا وفرنسا، ويحاول يحتل إنجلترا ويفشل، وده كان تاني ألم من إنجلترا لنابليون. وتيجي سنة 1804 ويعلن نابليون نفسه إمبراطور على فرنسا وشمال إيطاليا بمباركة البابا. سنة 1805 يدخل نابليون في حرب مع إنجلترا، وتنتصر إنجلترا كالعادة في البحر بقيادة أمير البحار. احنا خلاص عرفنا مين أمير البحار، نيلسون. الموقعة دي اسمها طرف الآغر، ودي تسمى على اسمها شارع في لندن لحد دلوقتي. في نفس السنة نابليون يحارب جيش مكون من تحالف ما بين روسيا والنمسا وينتصر فيها، ويحتل النمسا وياخد منها إيطاليا وألمانيا. سنة 1806 يحتل بروسيا، خد بالك بروسيا مش روسيا، واحتلال الدول الأوروبية تبقى مع نابليون زي السكينة في الحلاوة. ويعمل نابليون تحالف مع روسيا على انجلترا، ويتفقوا في التحالف ده يقسموا دول اوروبا كده ما بينهم. نابليون كان عشمان بعد التحالف ده وبعد ما احتل الدول الاوروبيه دي كلها انه هيقدر على انجلترا، ويعلن نابليون حصار اقتصادي على انجلترا، بمعنى ان مفيش دوله اوروبيه تتعامل مع انجلترا في التجاره، وده كان اكتر قرار مجنون نابليون خده. القرار ده خنق دول اوروبا عشان كانت معتمده على البضائع اللي بتجيلها من انجلترا، وتبتدي دول أوروبا تستورد بضايعها من إنجلترا في السر من ورا نابليون. حتى روسيا حليفتها كانت بتستورد البضائع من إنجلترا من وراه. ويعلن نابليون حربه على روسيا سنة 1812، ودي كانت تاني حاجة مجنونة يعملها نابليون، مع أنه كان مجهز جيش عدده أكتر من 600,000، اتهزم في روسيا ورجع ب100,000 جندي بس. والمصايب ابتدت تهل على نابليون بعد ما اتهزم في روسيا، دول اوروبا اتحدت عليه واتهزم في معركة اسمها معركة الامم، والمعركة دي اتسمت معركة الامم عشان كانت اقوى دول في اوروبا اتحدت ضد نابليون. ولما اتهزم نابليون اتنفى بعدها في جزيرة اسمها ألبا، وقعد في الجزيرة دي 10 شهور، بعدها رجع لفرنسا في السر ووصل للحكم تاني بتأييد من الجيش. المرة دي ما طولش في الحكم، قعد 100 يوم بس، بعدها تتحالف تاني دول أوروبا عليه ويتهزم هزيمة بشعة في معركة اسمها ووترلو، ويتنفى في جزيرة اسمها سانت هيلانا في المحيط الأطلسي، بس المرة دي بلا رجعة، ويموت على الجزيرة دي سنة 1821 مريض بسرطان المعدة. دي نهاية حكاية نابليون بونابرت اللي يصنف من أشهر الشخصيات في أوروبا وواحد من مؤسسين حضارة أوروبا الحديثة.